ليتس جو. نبداو على بركه سيدي الله. الجو زوين. وصلنا ل سيتوان السي هو هو السي خالد هو السلام عليكم اخوان بخير مزيانين المهم وصلنا دابا لوادلو واخا نزلنا بعادين هاني ماشي مشكل اصلا قال لك المشي مزيان كي مزيان اخي بوحدك ماشي الفطور كذا ماشي بزاف 15 كيلو اخي ايوا الفطور في الدار وكون ما تسمى والو اخوان ترونسبور ميز هنا في الاتجاه دابا باش ترونسبور وصلنا الساعة بزاف هذا هو هنايا وصلنا مع الوديفة السروال ديالي هنايا كاسودره ديالي هنايا جاكيت خايمه مسائي من بعد ما قطعنا الواد الاول ونشفو رجلينا هو صراحه ما نشفوش 100% ولكن المهم كيتسنانا الواد الثاني وادي فرطن يا سادة شنو دابا نمشيو نبقشو على شي بلاصة أخرى؟ دخلوا من هنايا دابا هزينا غنهزو الباكاج ديالنا الباك باكس ديالنا غنمشيو لواحد البلاصة هنايا المهم هنايا في هاد البلاصة هادي أيوب بلاصة هنايا ماشي قنسي هنايا فيها حدا واحد العين صافية و فيها اتساع شي شوية ما بعيد على شي على الطريق ماشي بحال هاديك اللي حنا فيها دابا المهم دابا وصلنا للبلاصة فين نخيمو غنطونطيو هنايا نقفص مع الود كاين الريح اختارنا هاد البلاصة هادي حتى ما فيها لا ريح لا والو هي فين خيم ان شاء الله طلقنا واحد الشبيكه هنايا ايوا هو كيوجد واحد الصناره الخيمه الاتاويش ديالنا شوف ديك السبكه ديالنا شنو طلع دار السي بلاش زر
ديالنا. وصل لك المثل هنايا مثلا هنا ولا هنا هنايا نمشيو ندوزو من هنا حتى الواد اصلا عندنا خيمه من اتجاه اخر باقي غادي نمشيو تما شميش اخ مقطعنا الواد دابا واحد الدار في كاينه قطعنا لهنايا دابا جبرنا واحد الغيز ديك الغيز سيخ انا خاوم داخل مساج صاحبي شوف شوف حصبح الراحة مشي عادي صبح كبيرة خاوم شوف حصبح الديناصور شوف يا وصلنا الطريق هذا اخوان جينا نقطعوا وادي فرط هنايا جبرنا قرود هنايا قراده هادو عاد تلقوهم يمكن ايوه هادو تلقوهم هنايا كنا قرود راهو مش واحد كبير تما راهو كيشوف فينا راهو كيفان حاية فازي كيفان درويش حق الله تقطعو تاي خوي لك الركابي ديالك اخوي ملك طبعا قطعناه فزقنا تل فصلنا المثل هنا يتم قرد عارف الدريش والله العالي قرد الدريش والله إلا كانوا هنايا قبيلة أساسا كانوا هنايا كان لقاو لك شافونا ومشاو على بدا كيغوت واحد فيهم بدا كيغوت آخر مشى راه واحد مور الشجرة راهو شجرة صغيرة فين هو؟ جالسين ما بينا ما علينا في الخيمة ديالنا تجاونا الضيق في حالي تاني ماشي بهاد الحمية المسكين اركب موراك الخاوة خوتي الانسان كيفاش كان قبل ما يختصرعوا الناس المنشار والفاس
كيفاش كانوا كيقطع الشجر. تبارك الله شحال الحطب. البارح جينا مع كنا عيانين ما مشيناش جبنا الحطب عليها كان داكشي قليل. الليله الثانيه ديالنا ان شاء الله في واد افرطان. غدا ان شاء الله غنشدو الطريق للاقشور. غندخلوا الاقشور موراها نمشيو لقنطره دربي قنطره الفرده. نوريكم واحد الدار جات في الرصد واحد الجبل ومول ديك الدار جا لعندنا قبيله كنا جالسين هنايا في الحجاره هذه جاو عرضنا باش نطلعوا لعندو. المره الجايه ان شاء الله غنجيو نطلعوا عند السي الحسن. دابا هنايا كاين ديك الفحم البيض اللي بقى لداخل خصنا نزول حيت ملي كنجيو نفخو على العافيه باش تشعل كيطرنا في وجهنا السخان المزيان. دابا نحيدو الاحجار you up in boom 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 tell me I'm the only one that you know life could be a dream sweetheart and hoping to meet again oh life could be a dream and I think I'm glad you come here